السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أعزائي طلبة وطالبات الصف الأول الابتدائي. النهاردة هنشرح حرف جديد من حروف الهجاء زي ما احنا متعودين يا سنة أولى. هنحكي قصة صغيرة عشان نتعرف على الحرف اللي معانا النهاردة. القصة بتقول: ذهب غسان وغاد إلى الغابة، وهناك شاهدوا غزالة تجري وغراب يقف على غصن شجرة. طيب تعال مع بعض نكتب الكلمات اللي هتعرفني الحرف اللي معايا النهاردة. أنا قلت إيه؟ ذهب مين؟ برافو، غسان وغادة. طيب راحوا فين؟ برافو، راحوا الغابة. طيب وشاهدوا ايه؟ ممتاز، غزالة وغراب بيقف على ايه؟ على غصن شجرة. طيب مين شاطر يقدر يقول لي ايه الحرف اللي اتكرر معايا في كل الكلمات الموجودة قدامي؟ ها، برافو، ممتاز يا سنة أولى. يبقى الحرف اللي معايا النهاردة هو حرف، برافو، حرف الغين. حرف ايه؟ حرف الغين. طيب تعالى نتعرف على اشكال الحرف. زي ما اتفقنا يا سنة أولى ان اشكال الحرف يعني شكله في اول الكلمة وفي وسط الكلمة وفي اخر الكلمة. طيب الحرف في اول الكلمة بيعمل ازاي؟ ممتاز، بيبقى فارد ذراعه واحد بس. طب وفي وسط الكلمة؟ برافو، فارد ذراعه الاتنين. طب وفي آخر الكلمة بيبقى؟ شطار يا سنة أولى، بيبقى قافل على نفسه. طيب تعالى نشوف ازاي هنكتب حرف الغين. قلت الحرف في أول الكلمة بيعمل ازاي؟ بيكون فارد ذراعه واحد بس. طيب وفي وسط الكلمة؟ برافو، بيكون فارد ذراعه الاتنين. وفي آخر الكلمة يا سنة أولى بيكون ايه؟ بيكون يا مس قافل على نفسه. ممتاز. طيب تعال نشوف كلمات على أشكال حرف الغين. في أول الكلمة زي ايه؟ ممتاز، زي كلمة غص نو، زي كلمة ايه؟ غص نو. طب وفي وسط الكلمة زي كلمة ايه؟ برافو، زي كلمة مغرفة، زي كلمة ايه؟ مغرفة. طيب وفي آخر الكلمة زي كلمة، برافو، زي كلمة صمغو. طيب وايه كمان؟ شطار. انا عندي ايه؟ في حاجة جوه؟ لا، امال ده ايه؟ برافو، ده كلمة فارغو، كلمة ايه؟ فارغو. طيب ركز معايا كده يا سنة أولى، هتلاقي ان حرف الغين في اول الكلمة زي كلمة ايه؟ غصنو، عامل ازاي؟ فارد ذراعه واحد بس. طيب وفي وسط الكلمة زي كلمة ايه؟ مغرفة، عامل ازاي؟ فارد ذراعه الاتنين. وفي اخر الكلمة زي كلمة ايه؟ صمغو. هنا حرف الغين عامل ازاي؟ قافل على نفسه لانه جاي فين؟ في اخر الكلمة. كذلك كلمة ايه؟ فارغو، عندي حرف الغين هنا برضو فين؟ في اخر الكلمة. طيب ايه الفرق يا مس بقى ما بين حرف الغين اللي في كلمة صمغو وحرف الغين اللي في كلمة فارغو؟ هقولك ان حرف الغين في كلمة صمغو قبله حرف الميم، والميم مش من الحروف الرافضة فبتمسك في اللي وراها عادي، ولكن حرف الغين في كلمة فارغو من الراء اللي هو الحرف اللي قبله من الحروف الايه؟ الرافضة، اللي بتقول اللي وراها ايه؟ بتقول له ما تمسكش فيا، اقف جنبي بس. تمام؟ برافو. طيب تعال نشوف الحركات القصيرة
مع حرف الغين. طيب حركات القصيرة اللي هي زي ما قلنا ايه؟ الفتحة والكسرة والضمة. لما يكون عندي غين عليها فتحة هنطق واقول غ، تحتها كسرة هنطق واقول غي، فوقها ضمة هنطق واقول غو. طيب تعال نشوف الكلمات. عندي لو حرف الغين فوقه فتحة زي كلمة ايه؟ ممتاز، كلمة غازالتو. كلمة ايه؟ غازالتو. طيب لو تحته كسرة زي كلمة ايه؟ شاطرين يا سنة أولى، زي كلمة غيراؤو. طيب لو فوق ضمة زي كلمة ايه؟ برافو، زي كلمة غرابو. يبقى انا عندي كده يا مس ان الحركات القصيرة ثلاث حركات. برافو، هي الايه؟ هي الفتحة زي كلمة غازالتو، والكسرة زي كلمة غيراؤو، والضمة زي كلمة غرابو. هتلاقي ان في كلمة غازالتو هتلاقي حرف الغين في اول الكلمة، وكلمة غيراؤو برضو في اول الكلمة، وكلمة غرابو برضو حرف الغين في ايه؟ في اول الكلمة. امال ايه اللي فرق يا مس؟ الفرق ان انا عندي الحركة اللي مع الحرف. في كلمة غزالته غ غ، يبقى الغين عليها ايه؟ عليها فتحة. وفي كلمة غيراؤو غي غي، يبقى تحتها كسرة. وفي كلمة غرابو غو غو، يبقى فوقها ايه؟ فوقها ضمة. طيب تعال نشوف السكون مع حرف الغين. قلت ان السكون ايه؟ ممتازين. ديت بتكون لازم يكون في حركة قبلها عشان ايه؟ تشدها، لان السكون ايه؟ ضعيفة. عشان السكون ضعيفة لازم يكون في حركة في حرف قبلها عشان يشدها معاه. يعني السكون ما ينفعش تيجي فين؟ في الاول. تمام؟ طيب زي ايه كده؟ بص معايا، زي كلمة ايه؟ شطار، زي كلمة مغرفتو، زي كلمة ايه؟ مغرفتو. هتلاقي ان حرف الغين هنا جاي فين؟ في وسط الكلمة، عشان عليه ايه؟ عليه سكون. يبقى السكون ما ينفعش ابدا ابدا يجي فين؟ في الاول، عشان مش هعرف انطقه. هو ضعيف، محتاج حد ايه؟ ياخد بايده. لازم يكون في حرف قبله عشان اقدر انطقه. تمام؟ طيب زي ما خدنا الحركات القصيرة والسكون كمان، تعال نتعرف مع بعض على الحركات الطويلة. ها، مين فاكر يقول لي ايه هي الحركات الطويلة؟ برافو، هي المدود. يعني عندي كم مد؟ تلاتة. مد بالايه؟ بالالف، ومد بالياء، ومد بالواو. يعني انا لو عندي حرف الغين ومعايا مد بالالف هنطق واقول غا. طيب لو معايا مد بالياء هنطق واقول غي. لو معايا مد بالواو هنطق واقول غو. تمام؟ طيب زي ايه كده يا مس؟ بص كده، لو حرف الغين معاه مد الف هيكون زي كلمة ايه؟ برافو، كلمة غابتو. طيب لو معاه مد بالياء هيبقى زي كلمة، ها؟ برافو، راغيفو. طيب لو معاه مد بالواو زي كلمة، ها؟ دي عندها حاجات كتيرة قوي قدامها، كذا عمل عايزة تنجزه، يبقى هي ايه؟ حالتها عاملة ازاي؟ برافو، زي كلمة ايه؟ مشغولو. طيب نركز مع بعض كده. عندي في كلمة غابتو عندي مد. يا مس، مد بالايه؟ مد بالالف. بص معايا، المد عليه حاجة؟ لا، المد معلهوش اي حاجة، معلهوش اي حركة. طيب الحرف اللي قبل المد اسمه ايه؟ اسمه يا مس الحرف الممدود. طيب طالما عندي مد بالالف لازم يكون الحرف اللي قبله فوقه ايه؟
فوق وفتحة، تمام؟ يبقى في كلمة غابة عندي غا، فين المد يا شطار؟ مد يا مس، مد بالألف. طيب وفين الحرف الممدود اللي قبل المد اللي هو الغين؟ طيب وطالما عندي مد ألف لازم يكون الحرف اللي قبله فوقه إيه؟ فوقه فتحة، والمد ما بيكونش عليه أي حاجة. طيب تعالى الكلمة اللي بعدها، كلمة راغيفو، عندي مد اه يا مس، مد بالايه؟ مد بالياء. طب هو المد عليه اي حاجه؟ ابدا ابدا معلوش اي حاجه، طيب ولا حركه ولا اي حاجه، المد بيبقى مكتوب لوحده. طيب الحرف اللي قبله اسمه ايه؟ الحرف الممدود، حرف الايه؟ الممدود. طيب طالما عندي مد بالياء يبقى الحرف الممدود اللي قبله يكون تحته كسرة، برافو. يبقى أنا هنا عندي مد بالإيه؟ مد بالياء. طيب أهو المد معلهوش أي حاجة. طيب والحرف اللي قبل المد اللي هو الإيه؟ حرف الغين، ده الحرف الإيه؟ الممدود. طيب طالما عندي مد بالياء لازم اللي قبله يكون تحته كسرة. طيب تعالى للكلمة اللي بعدها، مشغولو. طيب انا عندي مشغولو، مد بالايه؟ ممتازين، مد بالواو اهو يا مس، معلوش اي حاجه. طيب والحرف الممدود اللي قبله عليه، طالما مد بالواو يكون الحرف الممدود اللي قبله عليه ايه؟ عليه ضم. يبقى كده يا سنه اولى المد بيكون معلوش حركات، الحرف اللي قبله اسمه الحرف الممدود، لو المد مد الف يكون الحرف اللي قبله فوقه فتحة، ولو المد مد ياء يكون الحرف الممدود اللي قبله تحته كسرة، ولو المد مد بالواو يكون الحرف الممدود اللي قبله فوقه ضم، برافو. طيب تعالى بقى بعد كده نشوف ازاي هنحل الأسئلة اللي معانا دلوقتي. أول سؤال عندك بيقولك ايه؟ بيقولك كون كلمات من الحروف التالية، مديني مجموعة من الكلمات من الحروف وعايزني أكون منها إيه؟ أكون منها كلمات. طيب تعالى نبدأ بحرف الغين اللي هو معانا النهاردة، ها مين يكون معايا؟ برافو، هكون كلمة إيه؟ غابتو، برافو. وإيه كمان؟ ممتازين، كلمة غرابو. وإيه كمان؟ ها شطار يا سنة أولى، وكلمة غازالاتو. طيب النشاط اللي بعده بيقول لي أكمل الكلمات التالية بصوت الحرف المحذوف، عندي نقط وبعدين مد بالألف باتو، يبقى كلمة شطار تبقى كلمة غاباتو. طيب عندي را ونقط مد بالياء وبعدين فو، يبقى كلمة ممتاز، راغي فو. طيب عندي نقط وبعدها زالاتو، يبقى شطار يا سنة أولى، يبقى غازالاتو. عندي بابا وبعدين نقط ومد ألف وأو، يبقى باب بغاو. طيب عندي صم صم ونقط، يبقى ايه؟ صم غو، برافو. عندي فا ري، يبقى ايه كلمة ايه؟ فا ري غو، ممتازة سنة أولى. طيب النشاط اللي بعده بيقول لي اكتب الحرف الناقص مكان النقط مع الضبط، منساش مع الضبط، واتفقنا مع بعض ان الضبط معناه ايه؟ الحركة اللي مع الحرف، تمام؟ طيب عندي نقط زاو، تبقى كلمة شطار، تبقى كلمة غيزاو. طيب عندي مي ونقط رفتو، تبقى شطار، تبقى مغ رفتو، تمام؟ أنا هنا
في كلمة غذاء حطيت الحرف الناقص وكمان حطيت مع الايه الحركة، عشان الحركة هي الضبط. وكمان في كلمة مغرفة حطيت الحرف الناقص ومعاه برضو الايه الحركة المناسبة ليه. تمام؟ طيب تعال نحلل الكلمات اللي معانا دلوقتي، هنحللها لإيه؟ لمقاطع صوتية. طيب تعال مع بعض كده نغني أغنية الإيه؟ التحليل. ها بنقول إيه؟ المد مع الممدود والساكن مع اللي قبله والمتحرك يقعد لوحده. ممتاز. طيب عندي أول كلمة، كلمة إيه؟ مشغولو. كلمة إيه؟ مشغولو. طيب أنا عندي حرف ساكن يا مس، يبقى الساكن مع اللي قبله يبقى مش غو. ده مد، يبقى المد مع الممدود اللي قبله يبقى مش غو. طب واللام ده حرف ايه؟ متحرك يقعد لوحده. كلمة اللي بعدها كلمة راغيفو. را ده حرف متحرك يقعد لوحده، راغي، يبقى المد مع الممدود اللي قبله راغي فو. الفاء حرف متحرك يعمل ايه؟ يقعد لوحده. طيب الكلمة اللي بعدها غاباتو. غا ده مد، يبقى المد مع الممدود اللي قبله يبقى غا با، ده حرف متحرك ايه؟ يقعد لوحده. تو، التو برضو دي التاء المربوطة حرف متحرك هيعمل ايه؟ هيقعد لوحده. اللي بعده كلمة غيرا او. غي ده حرف متحرك يقعد ايه؟ لوحده. غيرا، يبقى عندي مد، يبقى المد مع الممدود، او يبقى متحرك يقعد لوحده. اللي بعدها كلمة غزالاتو. غا يمس ده حرف متحرك يقعد لوحده، زا ده مد اهو، يبقى المد مع الممدود اللي قبله زا لا، ده حرف متحرك يقعد لوحده. تو برضو حرف متحرك يقعد ايه؟ لوحده. كلمة اللي بعدها صم غو، يبقى الساكن مع اللي قبله صم، و حرف الغين ايه؟ يقعد لوحده حرف متحرك. طيب كلمة ايه اللي معانا دلوقتي؟ غص نو، برضو الساكن مع اللي قبله غص، والنون حرف متحرك يقعد ايه؟ لوحده. اخر كلمة معانا النهاردة سنة اولى كلمة غرابو. برضو عندي مد اهو، مد بالالف، المد معلوش اي حاجة والحرف اللي قبله اللي هو الممدود، وطالما عندي مد بالالف الممدود اللي قبله يكون فوق ايه؟ برافو، فتحة. طيب غو، يبقى ده حرف متحرك يقعد لوحده. غو را، يبقى المد مع الممدود. بو، يبقى الباء حرف متحرك يقعد ايه؟ يقعد لوحده. كده يا سنة اولى نكون خلصنا حرف النهاردة. اللي عنده اي سؤال يقدر يسألني بإذن الله في الحصة. شكرا ليكم يا سنة اولى.